جامعات سيناء تعليم بجودة عالمية، تنفيذ 37 مشروعا جديدا لخدمة قطاع عريض من الطلاب، أكثر من 25 مليار جنيه تكلفة مشروعات التعليم العالي في سيناء، إضافة كليات جديدة بجامعة العريش تواكب متطلبات العصر وتحقق رسالة الدولة، افتتاح برامج متميزة ومراكز بحثية تلبي حاجة المجتمع في سيناء، إنشاء أول جامعة أهلية دولية ولها 3 فروع لتقديم تعليم متميز. نجحت الدولة في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل. تنتج الجامعات نظاماً تعليمياً متميزاً في كلياتها لتخريج كوادر فنية مدربة.